فماذا تعني هذه الأرقام؟ سنتناول ذلك مع ضيفنا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة EQT. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية نتحدث عن أسواق الطاقة، الشغل الشاغل للأسواق، برأيك هل هناك مستوى سعري قد يؤدي للركود التي تتحدث عنه الولايات المتحدة وأوروبا؟ طبعا نحن حاليا نعيش الركود، يعني في الاقتصاد الركود الاقتصادي هو عبارة عن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. فالقراءات الأولى المبدئية عن الربع الأول من هذا العام على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت بدء الانكماش، بالتالي مع الربع الثاني نحن أعتقد دخلنا في انكماش ودخلنا في مرحلة الركود الاقتصادي. لكن عمق الركود الاقتصادي أو تأثيره السلبي بشكل أكبر ممكن أن يتزايد مع شهودنا لأسعار نفط مرة أخرى تناور فوق مستويات $125 للبرميل، أتحدث هنا عن WTI. بالتالي هل تتوقع أن تعدل أوبيك بلس من سياستها الإنتاجية مثلا على إثر هذه المعطيات التي ذكرتها؟ بلا شك سوف يكون هناك تعديلات، لأنه عملية الطلب المستمر أو ارتفاع الطلب هي المقياس الذي تقيس عليه أوبيك بلس. مع تراجع الطلب أعتقد سوف تكون هناك إعادة معايرة للتسعير مرة أخرى من خلال ضخ مزيد من المعروض النفطي في الفترة القادمة حتى لا يتأثر الطلب بشكل كبير سلبيا، يعني أنه نحن عندنا الطلب كان يتناقص سابقا، تبقى وتيرة الطلب عند مستويات جيدة. صحيح. أنتقل لأداء الدولار الأمريكي قرب مستوياته الأعلى في عقدين، برأيك كيف سيؤثر ذلك على الأسر الأمريكية التي هي عمود الاقتصاد الأمريكي؟ أعتقد هو الذي حرك الفيدرال الأمريكي هو التضخم الحاد الذي يضر بشكل مباشر بالأسر. آخر قراءة كانت للPCE تظهر أنه بدأ يتراجع بعض الشيء هذا المؤشر بنتيجة رفعات أسعار الفائدة القوية والتسارع وكمية الرفع. أعتقد مع اجتماعنا القادم للفيدرال الأمريكي ب 27 الشهر الحالي ممكن أن يكون هناك رفعة بحوالي 50 نقطة أساس وأن تتجاوز ذلك، وبالتالي يخف الأثر السلبي على الأسر الأمريكية حتى لا يكون هناك تسارع كبير في تشديد في السياسة المختلفة. الدولار الأمريكي فيما يتعلق بالذهب ربما يكون سيد رائد أبرز الخاسرين، هل نتوقع نقطة دعم جديدة له؟ أعتقد هو فقد مستويات $1,800 منذ لحظات، يعني ويضغط بشكل أكبر الاتجاه الهابط، ولكن مستوى 1786 إلى 1780 مستوى دعم مهم جدا سوف يرتد منه الذهب. نعم. بلا شك، لأنه في عندنا تجميع لأوردرات الشراء بشكل كبير عند هذه المستويات. نعم. باختصار سيد رائد فيما يتعلق بتخارج $40 مليار من الأسواق الآسيوية الناشئة، كيف تقرأ ذلك؟ هل هو مؤشر على شيء معين؟ صحيح، الأسواق الناشئة سوف تتضرر بشكل كبير كلما شددنا ورفعنا أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة، بالتالي يكون هناك عملية نزيف وتحرك لرؤوس الأموال نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة والعائد المرتفع، وهذا ما تحققه الأسواق المتقدمة من خلال عملية رفع أسعار الفائدة، ونتحدث هنا عن الأسواق الأمريكية. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة EQT كنت معنا، شكرا لك. شكرا عبد العزيز.